نذهب إلى موسكو والدكتور عمار. دكتور عمار، ما ردك على ضيفي الكريمين من أوكرانيا؟ ضيف الكريم يذكر أن روسيا صاحبة المصلحة في هذا الانفجار الذي حدث في الكرملين الروسي، وضيف الكريم من برلين في ألمانيا ذكر أيضا أن البروباغندا الروسية هي بروباغندا قوية وأن روسيا تبحث عن منفذ لتحقيق مطامعها. ما ردكم على هذا الأمر؟ تحياتي لك سيدي الكريم ولضيوفك الكرام. باعتقادي ان يعني الضيوف المحترمون هما بعيدان عن الواقع السياسي، وان تكلمنا او تكلموا هم عن البروباغندا، فاعتقد ان البروباغندا الغربيه والدعايه الغربيه هي الطاغيه منذ بدايه الازمه وحتى من قبلها. نحن اليوم امام واقع، يعني واقع سياسي، واقع جيوسياسي اختلف عما كان منذ بدايه هذه الأزمة. هناك محاولات حثيثة من قبل النخبة السياسية في كييف لتغيير يعني هذا الواقع وللتوريط الجديد لأوروبا بالذات، يعني والاستمرار هذه العمليات العسكرية، وذلك ضمن المعطيات التي أتتنا من المعسكر الغربي بما يتعلق في الارتباك في تسليح أوكرانيا، في ارتفاع يعني موجة يعني التنديد من قبل المجتمعات الغربية بمد هذه الأزمة والمعاناة التي يتلقونها على إثر ذلك. اليوم نحن بعيدون عن الحلول السياسية، وذلك للتعنت، أولا التعنت الأمريكي، وثانيا يعني عندما يتفضل ضيفك من برلين ويقول بأن زيلينسكي هو منفتح على الحوار، يعني أين هذا من المنطق؟ وهو زيلينسكي الذي وقع مرسوما جمهوريا بعدم خوض مفاوضات مع روسيا. هذه الحالة اليوم، يعني الحادث الإرهابي، ممكن أن يشكل يعني نقطة تحول في مجال الصراع العسكري على الجبهات من جهة، وأيضا ممكن أن يحدث واقعا جديدا للمشروع أو مستقبل أوكرانيا كدولة. نحن الآن في خضم يعني هذه التفاعلات الدولية من جهة والإقليمية من جهة أخرى. كانت هناك مبادرة يعني صينية لإحداث يعني اختراق في الجمود يعني فيما يتعلق في الأزمة الأوكرانية، لكننا رأينا أن هناك تجاهلا يعني كاملا من الولايات المتحدة والمنظومة الأوروبية. لكن اليوم يعني نحن ننتقل إلى مستوى آخر، وعندما نتحدث من المستفيد، يعني وهنا يجب التنويه إلى مسألة بأن يعني روسيا هي من أعلنت عن هذا الحادث ونشرته بكل شفافية. كان المتوقع طبعا أن كييف لن تقر بهذه العملية الإرهابية، وهنا يعني ننتقل بالذاكرة إلى بداية الأعمال. قبل الذاكرة يا فندم، الإجابة على هكذا سؤال: من المستفيد من هذا الهجوم اليوم؟ من أكتوبر من العام الماضي عند استهداف جسر القرم، فكانت له تبعات وخيمة، كان منها يعني استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا. فالمتوقع يعني ممكن تكون ردود يعني أعنف مما كانت عليه في السابق.